20 من هنا من العاصمة القطرية الدوحة. بالأمس كما شاهدنا المباراة الافتتاحية والتي جمعت بين المنتخب القطري ونظيره العراقي، وانتهت بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف. أيضا بعدها كانت مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره اليمني، وتمكن المنتخب الإماراتي من الفوز بثلاثية نظيفة. اليوم تبدأ مباريات المجموعة الثانية من هنا من استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل. المباراة الأولى ستجمع بين المنتخب العماني الخناجر العمانية في مواجهة الأحمر البحريني. أتواجد الآن أمام استاد الدحيل، معي مجموعة من الجماهير العمانية التي جاءت من سلطنة عمان لمساندة ومؤازرة المنتخب العماني، وكما ترون يعني الأزياء العمانية والأشكال والطقوس الرياضية. أهلا بك في الدوحة. أهلا وسهلا. يعني حضرتك وصلت إمتى من مسقط أو من عمان بشكل عام إلى الدوحة؟ أول أمس. نعم. كيف تابعت بالأمس مباراة الافتتاح والمباراة بين المنتخب القطري والمنتخب العراقي؟ ما شاء الله، صراحة كان افتتاح روعة. توقعاتك اليوم لمباراة المنتخب العماني والمنتخب البحريني؟ بإذن الله المنتخب عمان 2-1. من سيسجل أهداف؟ المنذر. نعم. كيف استعد المنتخب العماني لخوض غمار بطولة كأس الخليج العربي خليج 24؟ نحن خضنا مباريات أو التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم. قدم المنتخب مستوى متذبذب نوعا ما، ولكن هذه ربما تكون نقطة إيجابية راح تشيل شوية ضغوط علينا، وإن شاء الله بدايتها اليوم مع المنتخب البحريني بإذن الله. المنتخب العماني يحتل المركز الثاني في التصفيات الآسيوية خلف المنتخب القطري، وكذلك المنتخب البحريني أيضا يحتل المركز الثاني. كيف ترى المواجهة اليوم؟ اليوم مواجهة صعبة نوعا ما، كونها أول مباراة، تعرف مباريات الافتتاحية شوي صعبة للفريقين، بس بإذن الله شبابنا قادرين وإن شاء الله فايزين اليوم. توقعاتك للتشكيل الذي سيبدأ به المدرب اليوم؟ والله عندنا نحن 22 رجل من رجال قابوس، وكنا واثقين فيهم، وإن شاء الله اليوم الانتصار عماني. اشرح لي يعني الزي اللي انت لابسه ده بيعبر عن ايه؟ والله الزي كوكتيل، عندك هذا القناع، الصوب شرق آسيا، البشت الخليجي، وطبعا البرازيل دوما معنا. طبعا شجع منتخب البرازيل. برازيل حبيبي، احنا سامبا الخليج ولا نسيت. طيب كيف تابعت بالأمس أجواء المباراة الافتتاحية وحفل الافتتاح؟ بصراحة مجهود يشكر عليه، يعني شيء ما هو غريب على الأخوة في قطر، وإن شاء الله هذه الانطلاقة أو المواجهة الأولى كانت مواجهة جدا رائعة وعبرت عن بطولة كأس الخليج، وإن شاء الله كل مباريات تكون قوية بنفس إثارة المباراة الأولى. طبعا عاوز تشجيع عمان، يعني أنتوا المفروض هتدخلوا المباراة مع الرابطة، يعني عاوز أشوف حاجة من التشجيع العماني اللي أنتوا هتعملوه في المدرجات. فوز عماني يقول فوز عماني. التشجيع العماني وش بتشجعوا؟ شعارنا سيفين والخنجر عمانيه، وشعارنا سيفين والخنجر عمانيه، وشعارنا سيفين والخنجر عمانيه، اول خنجر عمانيه، اول خنجر عمانيه، اول خنجر عمانيه. انا عاوز اعرف انت الشكل اللي انت عامله ده. هذا الشكل صعب 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 جدا افصح عنه. يمثل انه طموح للشياب كبار السن انهم يتمنوا ايضا فوز للمنتخب العماني، هذا هو. توقعاتك لمباراه اليوم؟ ان شاء الله يكون فوز عمان باذن الله. من سيسجل الاهداف؟ سيسجل عمان 2-0 باذن الله. ان شاء الله كانوا اذا ايوه اذا اذا ما نحن نسجلها الاهداف يسجلوها من اللاعبين ان شاء الله. عبد العزيز ايضا المقبالي يسجل ان شاء الله. أبرز اللاعبين عبد العزيز المقبل. أكيد أكيد إن شاء الله. وأيضا متفائل أيضا بمنذر، إن شاء الله أيضا هيحقق اليوم نتيجة. أفضل تشكيل من وجهة نظرك يخوض به المنتخب العماني مباراة اليوم؟ بيكون مستوى إن شاء الله أفضل عن المستويات القادمة بإذن الله، لأنه طموحه أيضا قايد من أجل البطولة بإذن الله. هل سيذهب المنتخب العماني بعيدا في هذه البطولة؟ بإذن الله بيروح إلى بطولات الآسيوية وأيضا لكأس العالم بإذن الله. شكرا لك. أنتقل لمجموعة أخرى من المشجعين العمانيين، مرحب بكم بالدوحة. الله بيك. الله بيك يا والله. حضرتك وصلت إمتى لدولة قطر؟ الساعة 1 الظهر اليوم. اليوم نعم، هي نشجع المنتخب وجميع الفرق المشاركة. توقعاتك لمباراة اليوم؟ 2-0 إن شاء الله. المنتخب العماني موجودين معهم نجوم كابتن الفريق أحمد كان، وجه له تحية، وعبد العزيز المغبالي،
ومنذر العلوي، ووجه تحية كبيرة رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي وجميع القائمين في الاتحاد العماني. هل ستغادر الدوحة اليوم أم ستستمر حتى نهاية البطولة؟ إن شاء الله استمر إلى مباراة الكويت وعمان يوم الأحد إن شاء الله. كيف ترى حظوظ المنتخب العماني في هذه البطولة؟ والله أشوف المنتخب العماني حظوظ ممتازة، إذا عدى المرحلة الحالية إن شاء الله الكاس يروح لعمان وتحتفظ في عمان ثالث مرة على الدولة. لكن مجموعة المنتخب العماني يعني جدا صعبة، يعني تجمع بين المنتخب العماني، البحرين، المنتخب السعودي، المنتخب الكويتي، يعني هذه المنتخبات جميعا توجد باللقب ما عدا المنتخب البحريني. كيف ترى حظوظ المنتخب العماني في هذه البطولة؟ والله المنتخب العماني منتخب قدير يعني، وإن شاء الله تعالى نأمل أنه يكسب إن شاء الله تعالى اليوم، والنتيجة إن شاء الله تكون توقع على 0-2 كذا يعني إن شاء الله. من سيسجل اليوم؟ عمان إن شاء الله بإذن الله. هل تابعت بالأمس مباراة الافتتاح بين منتخب قطر ومنتخب العراق؟ طبعا تابعت وبشغف كبير أنا والعيال كاملين تابعنا، وكنا نتمنى أن يفوز المنتخب القطري، ولكن لا بأس إن شاء الله بداية المباراة، وإن شاء الله أنا عندي المنتخب العماني والمنتخب القطري. في آخر مباراة جمعت المنتخب العماني بين المنتخب القطري كانت هناك لافتة كبيرة من جانب المنتخب العراقي يرحبون بالمنتخب العماني، وكتب عليها قطر وعمان شعب واحد أو جمهور واحد، رأيك في هذه اللافتة؟ بلا شك الشعب العماني والشعب القطري بلا ريب ولا شك هم شعب واحد وفي بلد واحد ووطن واحد وأهل وغادة وحدة. طيب أنا هاخد الأطفال، حضرتك مصطحب أطفالك وبالزي العماني. عبد العزيز الحمد لله على السلامة، هتشجع مين اليوم؟ عمان. عمان بتعرف مين من لعيبة عمان عبد العزيز؟ مين من لعيبة عبد العزيز المقبالي أحمد كانو؟ عبد العزيز المقبالي. من سيفوز اليوم عبد العزيز؟ عمان. عمان؟ بأي نتيجة؟ 2-0. 2-0. اسمك ايه؟ محمد. محمد انت جاي عشان تشجع اليوم عمان؟ بتحب الكرة؟ بتحب الكرة؟ بتلعب كرة؟ اسمك ايه؟ عندي قصيدة. مين هيكسب اليوم؟ مين اللي هيفوز النهاردة؟ عمان. عمان هتكسب. هتكسب كام؟ 3-2. بتحب الكرة؟ سبب سؤال سريع، سبب حرصك على اصطحاب أطفالك أنهم يحضروا اليوم مباراة المنتخب العماني والمنتخب البحريني؟ طبعا هذا واجب وطني، وحتى نغرس فيهم الوطنية وحب الوطن والانتماء لدول مجلس التعاون الخليجي. وعندي ولدي عبد الله عنده قصيدة يقدمها إذا في إمكانية. قول قصيدة يا عبد الله. للعماني، بص للكاميرا، بص للكاميرا، قول للعماني وقفوا واطلب تحية، والتحية تكبر لكبرتنا، كوشي يهدى قوصل وبيد ونعز لو تبين الموت فتنا، تسد حسن القلاه البابلية وما قوة صيدا زعزعتنا التاريخ قبل الجاهلية، ميزان وفي مزون مجربتنا. برافو عبدالله، الله يحفظه لك يا رب. ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية مشاهدينا، ونستطلع آراء الجماهير العمانية التي تواجدت هنا منذ الساعة 4 لمتابعة مباراة المنتخب العماني مع المنتخب البحريني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وصلت متى؟ وصلت أمس. أمس. هنا. هل تابعت بالأمس مباراة المنتخب القطري مع المنتخب المنتخب العراقي؟ نعم تابعت. كيف رأيت حفل الافتتاح بالأمس؟ كان الحفل رائع صراحة، يعني مبسط وكان رائع، وحضور الأمير كان بعد أروع. توقعاتك اليوم لمباراة المنتخب العماني، الخناجر العمانية استعدت وخاضت معسكر قبل البطولة، أيضا تحتل المركز الثاني في التصفيات الآسيوية، أيضا المنتخب البحريني يحتل المركز الثاني، كيف ترى شكل المواجهة اليوم؟ هو راح تكون مباراة يعني فيها ندية، طبعا الفريق العماني صاحب النسخة الماضية، والفريق البحريني أيضا في تحسن حاليا، يعني أعتقد متصدر ولا يعني الثاني، مركز ثاني في مجموعته يعني مع إيران مع العراق ربما، فكل الفريقين قويات يعني صعب التكهن فيهم يعني، فلكن نتمنى صراحة تكون عمانية، نتمنى تكون عمانية إن شاء الله. المجموعة صعبة أيضا، يعني المجموعة تجمع بين المنتخب الكويتي صاحب الألقاب في بطولة كأس الخليج، المنتخب السعودي أيضا. السعودي نعم صاحب الألقاب، الكويتي، المنتخب العماني أيضا، المنتخب البحريني، يعني فعلا المجموعة صعبة.
وان شاء الله ان شاء الله يعني تكون يعني مباراه حلوه، يقدمون كره حلوه. فريق توقعاتك ان شاء الله تكون 2-1 عمانية ان شاء الله. ان شاء الله. تعرف بيك محمد. محمد أخ محمد، يعني كيف تابعت بالأمس ردود الأفعال حول حفل الافتتاح وبين منتخب قطر ومنتخب العراق؟ الافتتاح كان جيد يعني مبسط. لا ما استطعنا أن نحضر. الافتتاح كان جيد بس المباراة هي قطر هي اللي لعبت زين، لكن في النهاية صاحب التكتيك صاحب اللعب الرجولي والروح استطاع أن يفوز هو المنتخب العراق. طيب نأتي لمباراة اليوم، مباراة المنتخب العماني مع المنتخب البحريني، كيف ترى شكل هذه المواجهة؟ مواجهة قوية طبعا، لأن صاحب اللقب وحامل اللقب والبحرين اللي هو يعني يحاول أنه يأخذ يعني لقب في بطولة يعني من البطولات، وإن شاء الله تكون مباراة قوية يعني بين الفريقين، ونتمنى إن شاء الله الفريق العماني يحسمها في النهاية. كيف يفوز المنتخب العماني اليوم؟ يفوز بالهجوم، إذا لعب على الهجوم راح يسجل أهداف وخلاص يأخذ المباراة إن شاء الله. بالتوفيق. الله يسلمك. مشاهدينا ما زالت تتوافد الجماهير العمانية إلى هنا إلى ملعب المباراة، مع أيضا يعني بعض الجماهير العمانية. مرحب بك. مرحبتين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. متى وصلت إلى قطر؟ أمس. أيوة أمس. هل تابعت مباراة الأمس؟ طبعا طبعا. كنت بالملعب؟ كنت بالملعب طبعا. هذا رأيك في حفل الافتتاح والمباراة وخسرت المنتخب القطري أمام المنتخب العراقي؟ حفل الافتتاح رهيب رهيب، يعني ما كأنك أنت قاعد في دولة خليجية، أنت كأنك قاعد في أوروبا، وإحنا يعني صراحة تطور كثير كبير. للأسف المنتخب القطري خسر، لكن المنتخب العراقي بصراحة يعني برز قوته كثير يعني، ولكن المنتخب القطري إن شاء الله إن شاء الله عنده أمل كثير يتأهل إن شاء الله. بالنسبة لمباراة اليوم، المنتخب العماني يواجه المنتخب البحريني، كيف ترى شكل المواجهة اليوم؟ والله المباراة قوية، لكن إن شاء الله إن شاء الله الفوز منتخب عمان والتأهل، وإن شاء الله إن شاء الله عذرا للجماهير القطرية، لكن إن شاء الله الدورة العمانية هذه إن شاء الله. بالنسبة للجماهير القطرية والجماهير العمانية، في آخر مباراة جمعت الفريقين في التصفيات الآسيوية كانت هنا بالدوحة، يعني كانت هناك لافتة كبيرة تجمع أن الجمهور العراقي والجمهور العماني جمهور واحد وشعب واحد، يبدو أن العلاقة بين الجمهورين علاقة طيبة جدا. والله جماهير الخليج كلهم أخوان، أهل الخليج كلهم أخوان، العماني والكويتي والبحريني والسعودي والقطري كلهم والإماراتي كلهم أخوان مع بعض. طبعا احنا والعمانيين والقطريين تجمعنا علاقات قديمه كثير، واحنا اكثر من اخوان، وبصراحه الدوحه استقبلتنا استقبال جدا جدا جميل يعني، نشكرهم كثير على هذا. هل ستستمر حتى نهايه البطوله؟ والله للاسف اني بكره لازم اسافر، لازم ارجع ان شاء الله. وباقي المباريات من التلفزيون ان شاء الله. ايضا انت اصطحبت ابنك، اسمك ايه؟ عبد الله. عبد الله، مين هيفوز اليوم؟ عبد الله عمان. عمان ان شاء الله. بتعرف مين من لعيبه عمان عبد الله؟ نعم، احسن لاعب معي احمد كانو وعبد العزيز المقبالي. علي الحبسي لكن علي الحبسي مش هيشارك في البطوله. فايز رشيدي بيلعب بس علي الحبسي وفايز رشيدي ما شاء الله هم لاعبين على الحبس، بس علي الحبسي هو احسن. علي الحبسي هو احسن من فايز رشيدي. مبسوط انك بتحضر البطوله بتشوف المنتخب العماني من ارض الملعب، انك تشوفهم قدامك كده بيلعبوا قدامك مش في التلفزيون؟ ايوه. انا فرحانه اليوم انه انا اول مره اشوف مباراه عمان. اول مره تشوف مباراه من ارض الملعب؟ ايوه. شعورك هيكون ايه؟ مبسوط؟ مبسوط. بتلعب كوره؟ بتمارس اي رياضه؟ نعم، انا اروح المنتخب الحبسي في عمان. منتخب ما شاء الله. بالتوفيق ليك والتوفيق للمنتخب العماني وكافه المنتخبات العربيه في البطوله ان شاء الله. شكرا، احسنت. شكرا. مشاهدينا كما تابعنا سويا يعني هذه هي الأجواء هنا من داخل ملعب الدحيل. أيضا على هامش البطولة تقام العديد من الفعاليات، يعني كانت منذ قليل تقام يعني فعالية بالدبكة وذلك لجذب الجماهير والعمل حالة من البهجة من جانب الجمهور الذي يأتي
للمشاركة هنا. ما زلنا مشاهدينا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24 من هنا من أرض الدوحة. تابعونا عقب المباراة وردود الأفعال حول هذه المباراة وأيضا التحضير لمباراة المباراة الثانية في المجموعة والتي ستجمع المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا لكم.